الشعب يريد تطبيق شرع الله. في بحر سياسي متلاطم الأمواج يشهد صعوداً للتيار الإسلامي في مصر، وعندما تظهر جماعة جديدة تسمى الإخوان المسيحيين، كان علينا أن نسأل عن الأسباب. ليست لها مرجعية دينية، المسمى فقط هو الإخوان المسيحيين، بينما هي في الواقع هي جماعة تهدف إلى توعية الناس بحقوقهم الدستورية والانتخابية والقانونية. ربما يكون الاسم مقصود لذاته بناء رسالة للإخوان المسلمين أنكم ليست وحدكم في المجتمع، هناك فصيل آخر يسمى المسيحيون، وبالتالي المجتمع ليس حكراً على الإخوان المسلمون. وتسمح الجماعة للمسيحيين والمسلمين على حد سواء بالانضمام إليها. الحقيقة الكنيسة لا تعمل بالسياسة، ومن ثم فأي مسمى مسيحي الكنيسة ترى أنها لابد أن تحتكره، بمعنى إذا مثلا قمت بإنشاء حزب مسيحي لابد أنك أن تعارض مجرد المسمى أيضا، يعني إذا قلت أنك مثلا تسمى جماعة إخوان المسيحيين فالكنيسة تعارض، لأن هي تريد أن تحتكر يعني هذا اللفظ لها فقط. يعني الهدف الرئيسي من هذه الجماعة هو أن نقصي الكنيسة عن الحديث باسم المسيحيين في الأمور السياسية. الكنيسة لها دور روحي، تدعو للصلاة والصوم والزكاة وتأدية الفروض والصلوات، لكن لها ليس من واجبها أن تدعو إلى انتخاب حزب معين او عدم انتخاب حزب معين. المميز والمشرف من القيادات العسكرية ظلت الكنيسة المصرية الناطق الرسمي باسم الأقباط لعقود من الزمان، ولكن ربما تتغير الأمور بعد وفاة البابا شنودة. إلا أن جماعة الإخوان المسيحيين لم تحصل على مباركة الكنيسة. قلنا أنها مخالفة للمادة 5 من الإعلان الدستوري، قيام أحزاب على أساس دينية، وبالتالي لا يمكن أن نعالج الخطأ بخطأ، لا يمكن أيضا أن نزيد العبء بعبئين، وخاصة أن الأقباط يعني قيل عنهم الكثير، لا نريد أن نكرس في هذه المزاعم الخاطئة القاتلة لتقول أن الكنيسة لها دور عسكري ودور تمويلي ودور اتصال بالخارج وتستقوى بالخارج، وسوف يقولون على تلك الجماعة أن لها أزرع سياسية وأزرع عسكرية. وتباينت ردود أفعال الشارع تجاه الفكرة. أنا أولا مسيحي، المسيحية ما فيهاش سياسة، المسيحية دي ربنا، لا تعبد لربنا. طالما في اخوان مسلمين يبقى في اخوان مسيحيين، ويبقى مواجهة الديمقراطية اللي بيقولوا عليها. كل واحد حر في التعبير عن دينه بالطريقة اللي هو شايفها، يكون جماعة، بس المهم يكون في صورة سليمة. إذا كان بتدافع عن مصالح المسيحيين، بتدافع عن مشكلات المسيحيين، فده لا مانع. ويسعى مؤسسو جماعة الإخوان المسيحيين لإشهارها رسميا حتى تكون لها الصفة القانونية. مع صعود الإسلاميين إلى أرفع مقاعد السلطة في مصر، يسعى الأقباط إلى إيجاد مكان لهم على الساحة السياسية، وذلك من خلال كيان سياسي جديد يحمل طابعا دينيا مسيحيا، ولكن ربما يطرح مخاوف جديدة من تصاعد خلافات تحمل طابعا دينيا. رامي جبر، بي بي سي، القاهرة.